خلي بال حضراتكم الجيل الحالي ده واحد من اهم من وجهه نظر الكثير من المتابعين، واحد من اهم الاجيال اللي جت في تاريخ كره القدم المصريه. طب هو ليه بقول كده؟ بعيدا عن مستوى الدوري المصري وارتفاع قوه كره القدم المصريه خلال الثلاث سنين الاخيره على الاقل، شوف برضو عدد المحترفين المصريين اللي موجودين. في طفره هائله دلوقتي بتحصل في هذا الامر. الاول ما كانش موجود. تخيل حضرتك دلوقتي ان انت عندك واحد زي محمد صلاح. واحد زي محمد صلاح بينافس على افضل لاعب في العالم، امتى حد فينا، وانا واحد من حضراتكم طبعا، حد فينا فكر ان ممكن يجي يوم من الايام ان احنا نفكر ان في حد ينافس ميسي ورونالدو؟ مش بينافس مثلا، لا ده بينافس ميسي ورونالدو. عمرنا ما فكرنا ان ممكن واحد مصري يطلع يعمل كده. محمد صلاح بيخلي الحلم حقيقة. هو قال كده مع في صاحبة السعادة، قال هذا الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم. بالفعل انا لما باجي اتكلم مع ابني بقول له انا عايز اشوفك زي محمد صلاح. حضرتك لما بتيجي تتكلم مع ابنك بتقوله انا عايز اشوفك نص محمد صلاح، مش انا بقول له كده برضه. فالحقيقة دلوقتي نقدر نتكلم في هذا الأمر، دلوقتي نقدر نقول عندنا محمد صلاح في ليفربول، عندنا مصطفى محمد اللي أمام حضراتكم في نادي كبير في تركيا، عندنا النني بيلعب في الأرسنال، عندنا عمرو السولية واحد من أفضل اللاعبين. عمرو السولية لو أصغر من كده كان زمانه بيلعب في أوروبا، خلي بال حضراتكم، ولكن هو بيلعب واحد في تاني أكبر وأعظم نادي من حيث البطولات في العالم، في العالم، في العالم. يا عم إسلام ما تزودهاش كده، لا هو دي الحقيقة على فكرة، أنا ولا بزود ولا بقلل. أنا ولا بزود ولا بقلل، أنا بقول لحضراتكم إن ده تاني أفضل نادي في العالم من حيث البطولات، وده مش اللي أنا بقوله، يعني رقم واحد ريال مدريد، رقم اتنين النادي الأهلي. مش كلام وخلاص يعني. فبالتالي لا، عندنا مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين اللي يقدروا يعملوا حاجة.